هذا يا عصافير انا لسه ما انتجت. هنا جوز جوت البياضة، وهنا جوز جوت البياضة، وهنا جوز جوت البياضة. هل راح يشتغلون؟ ما ادري. وهذا ذيبان، هذا عزابي عزاب. ما ادري والله، بس خلنا نطلع. تحت على الزغليل مع الحمار. اقلعك حرام يعني. يلا ارجع لك يا شباب، ارجع لك تحت على الزغاليل. أبغاك ترى وشين، ما أبغاك تشربين. ثاني هذا القطايف، هذا الزغبي. والله من الجو اليوم هوا بس اقلنا
لو مو حق ال حق المسبح نزيد لهم إن شاء الله نزيد لهم. زدت لهم الموية. أذان العصر الله أكبر. Thank you.
راضي ينسى انت. لا اله الا الله. بنقفلها عشان بروح نصلي العصر ان شاء الله. يلا انا بخلي الطيور الظاهرة بخليها برا ان شاء الله. الصبح اجي افكر عليها. والله اني عارف لو رحت هذا كله راح ينزل، كله راح ينزل. ده هو انا موجود ونزل، كيف انا ماشي؟ يلا يا شباب الى هنا نهاية حلقة اليوم. اليوم هذا الفيديو يعني خاصة. ايوه على فكرة يا ابو فهد، انت تقول لي ارفع هذه ما ترفع.
يعني خلاص انا افكر احط سقف ثاني فوق، يعني راح احط سقف فوق سقف، يعني سقف غالي من فوق، تسقيف طبعا خشب يصير يابا طلع طيور. اما دي ما طلع صعب، نقول اسوي سقف ثاني فوق ممكن، بس تريد من اللي في النص ناس تبينه، يمكن يصير برجين برضو نفس اللي تحت يصير فوق ممكن، لكن اني ارفع ذا والله صعب، ثابت ذا خلاص ما يتحرك. فهمت علي ابو فهد؟ انت المستشار حقي طبعا. عادي انا افكر اني اسوي لا سقف من فوق، من هنا الى هناك، يعني من هنا الى هنا هذه كلها راح اقفلها خشب خشب كذا، يصير مهبط للطيور ان شاء الله. وهذه اذا مع الوقت يصير برجين نفس اللي تحت، يعني دورين ممكن، لكن هذا ما مخلينا نرتاح ولا مخلينا نعيش جونا. شوف كنا من الطيور، ها شايف؟ لا اله الا الله. يلا الى هنا نهايه حلقه اليوم، فمان الله. ابو فهد فتحنا معهم القطيفي، اوكي بخليه طال عمرك معاهم برا لبيت اليوم برا، لكن ايش نسوي بالجمهور هذا؟ ولا جمهور كريستيانو، اقسم بالله ولا جمهور مستقبل ولا جمهور كريستيانو. اذا جمهور بلاش. يلا المهم الى هنا نهاية حلقة اليوم، حبيت اصور لك هذا اخر ما اخر الفيديو مقطع كذا، اوضح لك اني سحبت زغلول القطايف حطيته مع الباكستاني، هل ينفع هل ما ينفع هل يجلس اكوين بيروح ما راح يروح. يلا إلى هنا نهاية حلقة اليوم، فمان الله.